دي نايس كيس، انا اول مره اشوفها بصراحه، واحب يعني اعرضها، وويشنج يا رب انها تكون فاليو وتكون يعني فعلا مفيده. الاول نعرف الشورت هيستوري كده، دي ميدل ايج فيميل بيشنت. الفيميل بيشنت دي بريزنتد طبعا من حالات ايادي المستقبل اللي ربنا يفرج عنهم يا رب كل هم، وهم طبعا فيري بور بيشنتس، بريزنتد دايما بليت ستيجز من الكانسر وكده، تمام، بسبب طبعا الاجنورانس دي بوينت، وطبعا البافرتي والحاجه يعني ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنهم، وجزاء اساتذتنا اللي عملوا هذا المركز للتفريج عنهم، اساتذه الاورام واساتذه الاشعه المتولينه كل خير. المهم الحاله دي كانسر اوفري اندر روتين فولو اب كعادات حالات الكانسر ريجولار فولو اب. ده الفحص ده قريب يعني من كام شهر كده، زي ما احنا شايفين في بايلاترال افيوجن، و بس عايز بقى الاير اوف انترست بتاعتنا الاسوفيجاس، عايزكم تاخدوا بالكم من الاسوفيجاس في الفحص القديم ده، كويس؟ ما كانش فيه مشكله كبيره في الاسوفيجاس، صح؟ ادي التشيست ستادي وانت نازل، الاسوفيجاس اولموست اوف نورمال كاليبر ونازل اتس اوكي لغايه الجاسو اسوفيجال جانكشن، ايفري ثينج از اوكي، تمام؟ تعالى بقى نشوف اللي حصل في الجديد. ايه اللي حصل؟ سيفير دايلاتيشن للاسوفيجاس زي ما احنا شايفين، تمام، ده الميدياستاين للاسوفيجاس، يعني هو الفحص اصله تشيست، فما معرفش بقى فوق يعني ايه اللور سيرفايكال الاسوفيجاس ايه اخباره يعني، بس يعني هنبدا من اللي باين معانا من الميدياستاين للاسوفيجاس. الميدياستاين للاسوفيجاس سيفيرلي دايليتد، سيفيرلي دايليتد، سيفيرلي دايليتد، سيفيرلي دايليتد، تمام، داون تو ذا جاسترو اسوفيجيال جانكشن لغايه دخلته تحت سبفرينج، دخل ادي الجاسو اسوفيجال جانكشن، وطبعا في لارج بارتس اوف ريتيند فود زي ما احنا فود بارتكلز جوه الاسوفيجاس. فدي طبعا الاول وهله اللي يشوفها هيقول تيبيكال اكاليزيا، يعني زي حالات الاكاليزيا اللي احنا بنشوفها في الروتين ورك دايما دايما. بس هل الاكاليزيا ان شورت تايم كده ممكن تديفلوب؟ اه، دي سكندري اكاليزيا هي او سودو اكاليزيا، ودي بارانيوبلاستيك سندروم موصوف مع الاوفيريان تيومر زي ما حارد الريفرنس بتاعي فيها. ده بارانيوبلاستيك يعني الدايجنوز بتاع الحاله دي بارانيوبلاستيك سودو اكاليزيا in association with ovarian carcinoma، ودي من الحاجات الريبورتد في الاوفيريان كارسينوما البارانيوبلاستيك. ايه اللي بيحصل؟ ان الاوفيريان كانسر بيطلع انتي بوديز اجينست المايونتيريك بليكسس اللي هي الكنترولنج السموس ماسل اوف ذا اسوفيجاس، ويحصل سكندري ديجنريشن اوف ذيس نيورونز، الدايلاتيشن الرهيب اللي احنا شايفينه، والريتيند فلويد اند فود بارتكلز، شايفين الاسوفيجاس عامل ازاي؟ في ريتيند فلويد وفود بارتكلز، فدي السكند او السودو اكاليزيا نتيجه الانتي بودي دامجنج المايونتيريك بليكسس اللي هي دي بارانيوبلاستيك اوفيريان كانسر سيندروم، اوكي؟ دي برضو انا بصراحه اول مره اشوفها، ودي يعني كانت فيري انترستنج ليا ان ده بقى السودو اكاليزيا از ا بارانيوبلاستيك اوفيريان كارسينوما، يعني لو ننفع نحطه ان هو ده ديزيز، وطبعا ما فيش سندروم متسمي بهذا الاسم، بس هو يعني ده ديزيز بارانيوبلاستيك ديزيز للاوفيريان كانسر سودو اكاليزيا، اوكي؟ والريفرنس بتاعي فيها زي ما انا هوريه اهو من الامريكان جورنال اوف كلينيكال اند ميديكال ايمجز، ده الامريكان جورنال اوف كلينيكال اند ميديكال ايمجز، بارانيوبلاستيك سودو اكاليزيا سكندري تو اوفيريان كارسينوما هارد بيل تو سوالو، يعني دي كيس ريبورت منشوره في الامريكان جورنال اوف كلينيكال اند ميديكال ايمجز، واي ثينك انها يعني فيري 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 انترستنج بصراحه. هو برضو عارض نفس القصه، هو زي ما احنا شايفين عارض نفس القصه، ادي الفحص القديم كان ده الفحص القديم بتاعه كان نورمال كاليبر اسوفيجاس ان شورت تايم دايليتيشن وريتيند فلويد اند فود بارتكلز، تمام، فده يعني ويشنج انها تكون يا رب اوف فاليو السودو اكاليزيا بارانيوبلاستيك سندروم. ثانك يو ا لوت.